رئيس الحكومة القادمة، فتأكدوا من إفلاس الجمهورية التونسية. إيش قولك في التدوين هذا؟ والله تدوين نعرفه أنا سي عبد السلام صديقي، فهمتي سي ودي على نفس الشيء، ولكن شو طب احنا فيش هالسوق هذية توا، كل ما باش يصير تغيير وزير نفس المصطلحات نفس الشعارات، كل واحد يعطي كما الكورة باش يبدل لونترنور، كل واحد يقول لك لازم لونترنور هذا يكون هكا يكون هكا يكون هكا يكون هكا. دونك فما سوق الدلال، فما كاستين كبير سوق الدلال، اما شكون الدلال الله اعلم. الدلال يكون بتيتر يكون تحكي عليه خميليكا اللي عنده الكرة، سبحان الله سبحان الله. تو بعد تو نحكي على السعيدين، ما هو اللي عنده كرة ما ينغرش كابتن، لا اللي عنده الكرة ما نجموش يلعبوا الا بالكرة. وقبل ما نحبش نعاود نفسي واكرر نفسي، قبل يقول لك نلعب ونحرم، اما تو نربح ولا نحرم، هذه المشكل في تونس بقى. وامر تو هذيك الحل في الجري ولا الأمر سؤال ملك هو راهو دبلوماسي قاعد يراوى. خندقق السؤال، عندي جواب، خندقق السؤال. ما عندك؟ لا هو قالك أصدقائي الزوز هي ما أي لا الحل في صديقك الجري ولا لا 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 مش قلك مش قلك أنا أصدقاء الناس كلك ناشدوا ولا لا مش قلك سامع عادي خلي يشوف اليوم فما مناشدة شوفية شوفية من المناشدون. لا يا سي عبد السلام كانك تفدلك تفدليك راهي، مش كانك تمزح راهو كذا. يا سي عبد السلام ربي فضلك، الجامعة في شان والدولة في شان، ما نجموش نقارن. صحيح ودي الجيري جاء قال جامعة موسى وكذا بعد رجعها كذا، صحيح هذا ما ننكروش، ولكن أنا عندي نداء سي ودي الجيري، أنا ما عنديش فيسبوك، ما عندي أصدقائي في عندهم فيسبوك، أريد المناشدات الكبيره لسي وديع الجري لتراس الحكومه. انا عندي نداء لي سي وديع، وقف الطيار راهو ما يخدمكش، مجدولين عندها ما تعقب اي اي، راهو يضرك راهو ما يخدمكش. نقعدوا في الحجم، ما هو الحجم؟ رئاسه الكاف ناس كل معك، ولكن رئاسة الدولة ويمشي سي عبد السلام يقول إن لم يكن السيد وديع الجري رئيس الحكومة القادمة فتأكدوا الدولة من إفلاس الجمهورية التونسية والأيام بيننا، مع العلم أن هذا المنصب ليس يا سي أنا إن شاء الله يخرج وديع الجري يقول أوقف، يلزم يوقف وزيرة الشباب والرياضة السابقة عندها ما تقول في الموضوع هذا. ولا سي عبد السلام ربي يخلص وحلو، وأنا ديما نقول راهو فما بعض معناها رؤساء الجمعيات اللي قاعدين يعطيو بالرسمي لجمعياتهم ولتونس زاده، ونفهموه الموقف نتاعو خاطر نعرفوا العلاقه معناها بين عبد السلام ورئيس الجامعه، وخاصه انه رئيس الجامعه يعني اللي وعد كونه باش يتكفل بدفع معناها